السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا بألف خير وانتم ما كتشاهدوا هذا الفيديو. الطبق ديالنا اليوم عبارة طاجين بالدجاج والخضر، لكن بمذاق الحوت ولا السمك، كيجي بنين ان شاء الله. من غادي تجربوه غادي يولي معتمد عندكم، غادي تبقاو تستغناو عليه لانه سهل ومذاق مختلف. المقادير غادي نحتاجو دجاج حسب افراد الاسره حسب الرغبه. دي هنا قطعه ديال الدجاج بطبيعه الحال مقصول، وحنا انا كنحيدو الجلده كتبقى اختيار. بالنسبه للتوابل غادي نحتاجو الملح، الابزار، سكنجبير بالزايد، الخرقوم، التحميره، واهم مكون هو الكمون. اذا بغينا نديرو شمره ديال الحوت بطبيعة الحال، باش تكتمل شمو هاد الحوت خاصنا الهريسة، تومة، الغسيل ناموسة، وعصير ديال نص حامضة، خليط بين القزبور والمعدنوس. غادي ندير التعطرية هادي نحطها مع القزبور والمعدنوس، نخلطها في التلافة هادي. النص غادي نديرو مع الدجاج والنصف الآخر غادي نديرو مع الخضر، ثوما، الهريسة، ما كنضيف قليل من زيت المائدة، كنزيد الماء باش نخلط الشمرة مزيان. ما كندير الماء اكثر من الزيت، كندير غير شويه ديال الزيت، كنكثر الماء. كندير عصير ديال نصف حامضة، ومن افضل بحال هكا نعصر حامض هكا في الصفاية باش مكيطيحش لنا داك العلف في الشرمولة. كنخلط الشرمولة مزيان، النصف كنوضعو مع الدجاج والنص الاخر كنخليه كنخلطو مع الخضرة اللي غادي نخضر بها الطاجين. الدجاج كل ما بقى في الشرمولة تيكون احسن، كيشرب ديك الشرمولة وكيزيد يتبنن اكثر. كنشرملوه مزيان، كل ما كثرنا الشرمولة يكون مزيان. هذا هو الشكل ديالو. بالنسبه للخضره اللي غادي نخضر بها الطاجين، غادي نحتاج جوج حبات ديال المطيشه مقطعه لمكعبات صغيره، عندي تقريبا واحد جوج جزرات انا قطعتهم بهذا الشكل طولي، جوج البطاطس كبار قطعتهم دوائر، وفلفله خضره قطعتها هي بشكل طولي، جوج البانو، الزيتون، حامض مصير، مزيود ديال الحار. كنوضع الدجاج في الطاجين، كناخد شوية د الما كنديرو في داك الإناء اللي فاش شرملت الدجاج، كنضيفو الطاجين، كنوضعو فوق نار متوسطة كتشحر، وقت سيدنا متى تايم كنساوهاش.
حتى كتشحرينا مزيان. غنبدا بمضي الشهية الأولى نشرملها نفس الشرملة اللي كنت حضرت في الأول. نخلط مزيان، نستعمل اليد، لأن اليد كتخلينا نتحكمو في الحاجة بطريقة أحسن. غادي نشرمل حتى البطاطس والجزر بنفس الشرمولة، نخلطهم مزيان. بعد ما كنخلطو مزيان دابا غادي ندوز باش نوضع الخضرة ديالي في الطاجين. من بعد ما كيتشحر الدجاج مزيان كنقادو في الطاجين. كنبدا نزيد الخضرة ديالي، كنبدا اول حاجة مطيشة، كنوزعها في الطاجين كامل. نضيف خيزو، مشكل عشوائي، كل واحد وطريقته في تستف الخضرة في الطاجين، كل واحد والطريقة اللي باش كيعجبو يحط الخضرة في الطاجين. كنزيد البيضة حتى هي، ديك الشمرة اللي كتبقى حتى هي كنضيفوها، نزيد جلبانة، بالنسبة للخضر كتبقى اختيارية، يعني ممكن ديروا أي خضرة عندكم وأي خضرة كتفضلوها. نزيد الفلفلة، الطاجين نتوما كطيبو فيه كتشمو ريحة الحوت، ما كتشموش ريحة الدجاج نهائيا. كنضيف مصير، مزيرة الحار والزيتون،
كنمرق بواحد نص كاس صغير ديال الماء، كنغطي الطاجين وكنخليه يطيب على نار متوسطة. هذا هو الشكل ديال الطاجين بعد ما كيطيب، كنخليه حتى كيشرب المرقة وكتولي المرقة ديالو خضره. نتمنى تجربوه واكيد غادي ينال الاعجاب ديالكم. بالصحة والراحة، نتلقاو ان شاء الله في فيديو جديد. في امان الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.